اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الكويرات ديال البطاطا اللي كيجيو غزالين وساهلين في التحضير. يلا بقاو معايا تشوفوا الطريقه. السلام عليكم المتابعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم الكويرات ديال البطاطا. كاع عندنا البطاطا في الدار طبعا. هنايا هزيت البطاطا، غسلتها مزيان وسلقتها. هنايا صافي البطاطا مسلوقه، كنسلقها بكلشي بالقشور ديالها وكنحيد ليها الماء. صافي غندوهم غنقشرها ونمعكها بالفرشيت. وديك الساعه ونحتاجو جوج البيضات ونحتاجو جوج فرماجات، يعني اكله سهله ومهله وما كديش الوقت. دابا الا بغيتي ديريها فشي الغدا ولا شي حاجه ديري هادي وديري معاها شي شلاضه. مهم خليكم معايا نقشر البطاطا ديالي ونعلكها بالمعلقه مزيان، وديك الساعه نرجع معاكم. هي هي ديك البطاطا، نزيد عليها ديك الفرماجات، يعني اكله سهله وكتجي زوينه. البطاطا كتكون يعني كتكون عندنا في الدار يوميا، والبيض يعني حاجه اقتصاديه وتقدري يعني تصوبي شي حاجه هكا زوينه للوليدات. المهم انا نحركها مزيان. المهم راه فيها الملحه والفرماج والبطاطا، هادشي اللي كاين. دابا غنقسمها على جوج، نقسمها على جوج باش انا نديرها شي شويه العطريه، ندير فيها شويه الهريسه وشويه ديال الثومه كتجي فيها زوينه، اما الوليدات ما كتعجبهمش. يعني نقسمها على جوج. صافي راني قسمتها على جوج. هذه ندير لها الثومه، درت لها الثومه. الثومه يعني على حسب الذوق، اللي كتعجبو يديرها، اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش. انا عملت غير شي شويه وصافي، يعني النسمه. فرد العائله واش بزاف بيكم ولا شويه؟ حنا شويه بينا. صافي درت لها الثومه ديالها، ندير شويه الهريسه يعني العطريه حمراء، الهريسه وشويه الابزار. هادشي اللي غندير فيها، ما نديرش فيها بزاف تحميره ولا شي حاجه. صافي هادشي اللي غنعمل في هادي. يعني نتوما الا الدراري كياكلوا كلشي واخا فيهم العطريه، انا ما كياكلوهاش. فاش كتكون فيها هادشي ديال العطريه هما خليت ليها سام، هما انا درت ليها شويه يعني باش تنسي. صافي ما تحتاج لا دقيق لا والو. صافي فيها ديك الفرماج، فيها نكهه ومع ديك الثومه كتعطي واحد النكهه زوينه الصراحه، ودغيا كتوجد. شوفوا ما شاء الله زعما فيها الخير والبركه، يعني فيها بزاف. اللي بغى يدير معها شي شلاضه ولا شي حاجه فاش يقلي هاد الكويرات ديال البطاطا. صافي صافي هنايا وجدت البيض ديالي، وهنايا عندي شويه ديال الدقيق وشويه ديال الخبز والطحون. هادشي اللي كاين، هادشي اللي غنحتاج. بسم الله. دابا نبقى نهز هاد البطاطا نديرها كويرات. دابا مع الكاميرا نحيد هذا مزيان. صافي ندير الكويرات هكا ديال البطاطا. بسم الله. نبقى نحط هكا في الدقيق مزيان، ونديرها في البيض. الا عندكم الخبز هو هذاك، الا ما عندكمش تقدروا ترجعوا عاوتاني في الدقيق. فانا شي مرات ما كيكونش عندي هذا الخبز كنرجعها في الدقيق، يعني كنديرها في الدقيق وديك الساعه كنحطها على البوطه. صافي هادشي اللي كاين ساهله، وهي كتوجد نص ساعه وتكون كلشي واجد.
يسخن. صافي هنايا الغزاله ديالي كملت داك البطاطا هي كتجي الصراحه كتجي غزاله وشويه وطيبه هي داك الجات. المهم ممكن ترفقوها بشي سلطه، المهم اللي بغيتو نتوما. انا كان عندي شي شويه ديال الرز كان ديال البارح وسخنته ومع هادو هادشي اللي كاين اخوتي، يعني كنشارك معكم شي حاجه تكون بسيطه في المتناول الجميع ان شاء الله. يلا نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.